هي أسوأ فيضانات تضرب المنطقة منذ فيضانات عام 2002 التي وصفت آنذاك بأنها حدث أوحد في القرن. ففي النمسا أحد البلدان الأكثر تضررا، تم إخلاء مستشفيات بسبب ارتفاع منسوب المياه ليتم نقل المرضى إلى أماكن أخرى آمنة. الآن تمت عملية إجلاء المرضى باستخدام سيارة الإسعاف إلى أماكن آمنة حيث سيلقون الرعاية الكاملة. في ألمانيا الصورة لا تختلف كثيرا عن النمسا، فالسلطات أقامت حواجز لمحاولة وقف السيول الجارفة التي شلت حركة السير وأربكت حياة الساكنة داخل منازلهم. إنه أخطر فيضان شهدته منذ عام 1993، فقد تجاوز منسوبه 6 أمتار. جمهورية التشيك هي الأخرى عاشت على وقع هذه الفيضانات التي خلفت في هذه البلدان مجتمعة 5 قتلى على الأقل ومفقودين ومئات المشردين.